معرض عجائب العالم. هذا المعرض موجود في مدينة وينتر ويندرلاند الرياض، فيه مجسمات ضخمة مبنية من المكعبات الصغيرة اللي يطلقون عليها الليجو. أخذنا لكم جولة سريعة فيه قبل ما يتم افتتاحه وجبنا لكم تفاصيله. تمثال الحرية في نيويورك تم عمله ب 8820 قطعة من المكعبات، وتم العمل عليه 43 ساعة. برج بيزا المائل في إيطاليا احتاجوا 127 ساعة لعمله، وأكثر من 41 ألف قطعة من المكعبات. برج بيج بن في لندن، أو اللي يسمونه ساعة لندن، تم العمل عليه 94 ساعة، واحتاجوا ل 18437 قطعة من المكعبات. قوس النصر في العاصمة الفرنسية باريس تم عمل المجسم خلال 170 ساعة، واحتاجوا ل 30,000 قطعة من المكعبات. طيارة الكونكورد الشهيرة بأدق التفاصيل الموجودة في الطيارة، واللي تم العمل عليها ب 65,216 قطعة وخلال 248 ساعة عمل. مجوهرات التاج الملكي البريطاني احتاج العاملين عليها ل 63 ساعة، واستخدموا خلالها 10,476 قطعة من المكعبات. أما مجسمات الأهرام المصرية، تم عمل هذا المجسم خلال 71 ساعة، واحتاج العاملين عليه إلى 28,259 قطعة من المكعبات. جبنا لكم في هذا التقرير أبرز المعالم الموجودة في هذا المعرض، وفيه الكثير والكثير لا يفوتكم. معرض عجائب العالم من 20 أكتوبر وحتى 15 يناير 2020 في وينتر ويندرلاند في الرياض، وبإمكان اللي يزور المعرض يشارك في بناء المجسمات أو يبتكر مجسمات جديدة، وبيكون شيق وممتع للأطفال وحتى للكبار.